الله من هاي المشكلة ننتقل للصديق. للصديق هذه حكاية كانوا وفعلا حقيقية شفتها وعشتها لحبيبين، حبيب وحبيبته. كنت أنا أكتب من خلال حبهم الرومانسي الجميل القصائد، لكن بعد مرور سنوات اختلفوا اختلاف ألمني أنا، وأنا صديق ما قدرت أنحاز إلها ولا إلا. وبدوا الاثنين يكلموني وأنا ما أقدر أنحاز لأنه أنا حابهم الاثنين، وكان بودي أن يرجعوا لبعض، لكن هم بعد الحب العنيف تألموا ألم عنيف أيضا. كان صديقي وكانت حبه الأبدي، بل كان حبهما حكاية البلدي. واستغرب الناس كيف القصة انقلبت إلى خصام، إلى هجر، إلى نكدي. أما أنا الشاهد المجروح بينهما، سيفان ضدان يختصمان في كبدي، سيفان من نار يختصمان في كبدي. هو التقاني مريضا تائه القدم، محطم القلب أدمى إصبع الندم. كن يا صديقي طبيبي واحتمل ألمي، هل قابلتك وهل حددت عني؟ هل حزنها كان أقسى؟ إنها حزني وذلك العطر، هل لا زال يغمرها أم غيرته؟ نعم مستاءة مني، انت تقول زعلانة مني. خسرتها يا لطيشي لا بديل لها، ماذا فعلت بنفسي لو قطعت يدي؟ ماذا فعلت بنفسي لا بديل لها؟ بكى صديقي كانت حبه الأبدي، بل كان حبهما أسطورة البلد. هي التقتني، هي التقتني وقد شحبت ملامحها، وكما يذوب الشمع في النار كان اسمه لو مر يجرحها. مسكت يدي وبكت كإعصاري، هو الذي دمر أحلامي، هو الذي أمطرني هما، لكنني أوصيك خيرا به كأنني صرت له أما. بالله هل لا زال مضطربا؟ أخشى عليه نوبة اليأس، إحساسه العالي سيقتله، خوفي عليه لا على نفسي. الله. بلغه إن الريح قد خطفت بنتا على الميناء يعشقها، وليتجه لشواطئ أخرى، فسفينتي بيديه أغرقها. سرق الأمان وضاع للأبد من خلته سقفي ومعتمدي. تلك الحكاية هل مرت على أحد؟ وكلمتني وكلمني لصبح غدي، ما فارق الهاتف السهران، كف يدي سيفان ضدان، سيفان من نار تختصمان في كبدي. عودا لبعض أو انفصلا إلى الأبد، ففيكم الآن شوق الأم للولد. الله الله الله.